النهارده هو اللي اجرى الحوار الخاص اللي اجراه تلفزيون ابو ظبي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان كده هبدا معاك يا استاذ ابراهيم عن هذا الحوار. كلمنا عن انطباعك الشخصي عن هذا الحوار. اولا استاذ عمر انا اشكرك جزيلا على هذه الاستضافه، وطبعا هذا بيتك يعني ما في مجال. اولا لو تحدث من اليوم الى الغد لن اوفي هذه الشخصيه حقها في المواقف او خلال تقريبا النص ساعه او 40 دقيقه التي استغرقها الحوار. للامانه ان تحدثنا عن تواضع فهو شخصيه في قمه التواضع. ان تحدثنا وانا اقول هذا ليس مجامله، ان تحدثنا عن العلم والثقافه فما شاء الله، ان تحدثنا عن الهم الذي يحمله تجاه دعنا نقول 90 مليون مصري سواء داخل مصر أو خارج مصر، فهو ما يحمل الهم هذا بود أن يسعد كل المصريين. للأمانة لمسنا شخصية أنا للأمانة خلال 18 عاما في مجال الإعلام لم أقابل شخصية بهذه يعني الأخلاق بهذه الصفات الجميلة. يعني انت ركزت على صفة التواضع في البداية. أنا يعني ركزت على صفة التواضع لأن الموقف أو الموقفين اللي صاروا أمامي يعني طب تقول لنا إيه الموقفين يعني لما أنت أنا بذكر لك الموقف قبل نبدأ الحوار وخلاص تقريبا مستعدين لبدء الحوار مايكات وكذا وكان شوية عرق في جبينه فأخذ كلينكس ونشف العرق هذا وتعرف في أكثر من شخص كان خلاص الرئيس المايكات جاهزة وبنبدأ المقابلة فأي حركة ترجع مرة ثانية تضبط المايكات. هو قام الرئيس السيسي هو نفسه. قام وراح على طول فجاء واحد قال اديني يا رئيس قال له ما يصحش مش عايز اديله المنديل الكلينكس أبدا استخدمه يعني ما يصحش راح ورماه ورجع مرة ثانية. يعني شو الانطباع اللي ممكن رئيس دولة ممكن أي شخص يعني 20 شخص ممكن يخدمه أو يساعده في لكن هذا يبين لك الشخصية هذه كيف حديثة عن المواطنين وحرصه على إسعاد المواطن المصري. هذا يعني الوحدة في جانب يعني.